حزب الأمة الفيدرالي يقول استهداف المواطنين والدعم السريع تحول خطير لمثار الثورة. في تفاصيل هذا الخبر تورد الصحيفة، أكد حزب الأمة الفيدرالي حرصه على التعاون مع كل القوى السياسية في الساحة لضمان الاستقرار والتحول الديمقراطي، مشددا إلى أن التظاهر والمسيرات السلمية حق مشروع وفق القانون، لافتا إلى أن استهداف المواطنين وجنود من الدعم السريع بواسطة قناصة يعد تحولا خطيرا في مسار الثورة السودانية.